إن لم ترى انعكاسك في عيون الآخرين فالتمس طريق الكتب، هناك بين الصفحات اقرأ، نقب عن جوهر الحكمة. لا تنم بنفس العقل الذي استيقظت به، كما يقول صائغ العقول ودرويش الصوفية شمس الدين التبريزي. في رحلة المتواضعة بين شذرات الكتب وقعت بين يدي الترجمة العربية لكتابين لا يربطهما رابط، لكنهما معا يشكلان فرصة للسباحة براحة في بحر الحياة وضفافه المؤدية إلى تهذيب النفس وبناء الأفكار. من بحر الفلسفة الصينية تقتبس الترجمة العربية لكتاب مسامرات بجوار الموقد 800 حكمة. تقول أول حكمة: إن لم يطعم المولود الجديد فسيمسي ميتاً، وإن لم يدرس الطفل الصغير فسيغدو جاهلاً. مثلما تغذي الأطعمة حياته تغذي العلوم حكمته. لهذا فمن أحب الدراسة في طفولته فكأنه الشمس الطالعة من المشرق، ومن أحبها في كهولته فكأنه النور في كبد السماء. قبل 164 عاماً حول موقد بيته وخلال جلسات السمر التي جمعته بأقاربه، ألف الفيلسوف الصيني وانغ يونغ بينغ مسامرات بجوار الموقد. يقول وانغ: أنا فلاح أجيد القراءة والكتابة، أوردت كل هذه الحكم لتساعد أهلي على مواجهة ليالي الشتاء وفصول الحياة، إن كان هناك صاحب فضيلة يود تصحيحها فسيكون ذلك شرفا لي. حتى يومنا هذا يحتفظ فكر هذا الصيني الحكيم بتراوته، وعلى عكس فيلسوفنا الصيني لم ينعم يانيس فاروفاكيس رجل الاقتصاد ووزير المالية اليوناني السابق بفرصة مسامرة أسرته، فأبدعا في 9 أيام فقط كتابه الممتع الاقتصاد كما أشرحه لابنتي. يقول فاروفاكيس: لم يسمح لي الوقت بمجالسة ابنتي، لذلك فحديثي موجه إليها وتأليف هذا الكتاب لها يشعرني بالارتياح. كتابي فيه الإجابة الشافية عن سؤالها: لماذا يا أبي كل هذا القدر من اللامساواة؟ هل البشرية بهذا الغباء؟ يجيب فاروفاكيس: كما يمكنك أن تتخيلي يا ابنتي، فهي قصة طويلة، إن حاولت أن أرويها بالتفصيل فلن تكون هناك إمكانية لسماعها. كأستاذ في علم الاقتصاد اعتقدت على الدوام أنه إن لم يكن بوسعنا شرح الاقتصاد بلغة بسيطة فسنكون بكل بساطة جاهلين. شخصياً ما زلت محتجزة بين هذين الكتابين. أي الكتب تريحنا لأنها تشبهنا، لكن ما يناسب ذوقي قد لا يناسبك، لذلك اختر كتابك بنفسك واترك شيئاً منك في داخله.